ثلاثة، العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، الناجحين في الدور الأول. ومكتب تنسيق القبول بيستقبل رغبات الطلبة لحد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وهيتاح التسجيل للطلبة الناجحين في الدور الثاني عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني. الحقيقة انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة رقم 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية. أهمية الدورة الحالية إن هي بتأتي قبل موعد عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، واللي هتعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر المقبل. هذه هي الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، يتعلق بمواضيع بالغة الأهمية، على رأسها التطور في إحداث المنطقة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهناك الأمن الغذائي، وهذا شيء أساسي لأننا بصدد يعني استكمال آخر اللمسات على الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي حينما سيتم الموافقة النهائية عليها. هناك الذكاء الاصطناعي، وهناك مشروع جديد للاستثمار في الدول العربية، ونتمنى أن يكون هذه الاتفاقية الجديدة أن تشكل قفزة نوعية في تدعيم التجارة البينية بين الدول العربية. هناك دائما لقاءات واجتماعات أردنية فلسطينية، ومؤخرا تم تشكيل أيضا شركة أردنية فلسطينية للتزويق الزراعي لدعم المواطنين الفلسطينيين والتخفيف من المعاناة التي يواجهونها في ظل الاحتلال الإسرائيلي. التنمية الاقتصادية في جميع ربوع الوطن العربي والتكامل الاقتصادي وتشجيع وتنمية التجارة بين البلدان العربية، وأيضا تقوية الاستثمارات وتطبيق الحريات الانتقال، وأيضا تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق أيضا التطور التكنولوجي، وأيضا تقدمت الدول العربية أيضا بضرورة عقد القمة التنموية في خلال الفترة القادمة عن طريق دولة الإمارات. وهذا اللقاء يعتبر أيضا لقاء مرحلي، الآن العالم يتغير، وخصوصا بعد ما تلاحظوا الآن الأزمات الدولية والحروب اللي حدثت في أوكرانيا وروسيا. أيضا الآن المنطقة العربية تنظر لابد وضع رؤية اقتصادية متكاملة وشراكة في كل الاقتصادات العربية بحيث تكون لها دور في المرحلة القادمة. وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان